سير تفضل. شنو وقع خويا؟ انا عاود لينا. إن هو هذا السيد هذا ساكن حدانا شي 15 سنة تقريبا، ما عمرنا شلنا عليه شي حاجة، ما عمره آذانا. واليوم طالع مع الخمسة وعشرة دقائق للمسجد صلاة الصبح، ما كاين حتى حاجة، دس من قدام الدار ديالو مسدودة، ما كاين والو. دخلنا صلينا خرجنا شي ساعة الا ربع ولا سيك شي اللي خذينا في المسجد، ملي خرجنا لقيناه بعيد على الباب ديال الدار ديالو بشي 20 متر هكاك وطايح. لقيته انا ودوك الناس اللي خرجوا معايا من الجامع. لقيناه مضروب، مضروب شي ثلاثة الضربات ولا أربعة، مضروب على رجلو، مضروب على عنقو، مضروب على كرشو، مضروب على راسو وطايح. هاي سولته قلت لي مسيو كيف أزا، قال لي لابيلونس لابيلونس، يعني عيط لي لابيلونس. عيطنا لي لابيلونس، قلت لي كيف، قال لي لي فولور شفاره. ايوا هو دابا كيصاحبو عنده شي فلوس ولا شي حاجه، دخلوا عليه هرسوا عليه هذاك الباب ودخلوا عليه في هذيك اللحظه ديال صلاه الصبح، ملي خرج الامام تيصلي والناس هذيك الساعه ما كاين حد دخلوا لي هذيك الساعه. ومشيت هوت انا، عيطنا لابيلانس، لابيلانس ما عرفتش منين طلع، ما عرفتش الطريق. هوت للشارع انا لتحت، انا اللي جيت لابيلانس تهزيناه في الباياس معاهم. ودو يعني وكملوا كيسيل بالدم كيسيل بالدم، الدم ديالو باقي، راه الدم ديالو فين كان تيدق في هذا الباب باش يخرج ليه. هاد السيد هرب ليهم ولا شي حاجه، وهما خرجوا شي حوايج حطوا شي سيك. لا ما هو طالياني، هو الفرنسيه ما تعرفهاش مزيان، يعني كيضرب طالياني، كيضرب الطالياني يا صافي. وخرجين شي بيض وشي داكشي كوفيتير قراعي وشي وشي كاشير وداك الشيء اللي يحينوا في شي سيكان، حطوهم تقال عليهم وزادوا مع القوضه. شحال هذه ربما كان يعني وقع لي شي مشكل، يعني شحال هذه كان وقع لي مشكل مع شي دري كان كيتسخر ليه، كيسخر وكيجي يدخل عنده، ونادوا شي دراري حبسوا وحسدوا عليه الباب، قالوا لي بنا ودخل هذاك الدري قصير وداك الشيء. ملي جاوا والدين هذاك الدري قالوا لي يا ودي هذا راك عندنا العلم ديالنا بانه كيتسخر ليه وداك الشيء، ما بينو معاه والو. يعني كانوا اتهموه. ايوا جاو الجندارم ودوه هو ويا اللابري، قالوا خذوا عندهم شي ساعه هكاك تقريبا وطلقوهم. ما صلح له والو، واحد قال لهم هذاك النصراني انا ندير الخبره نخلصها انا ليا وللدري، يعني لا بيني معاه شي حاجه. يعني من تماك بداو من تما. ما سيدي ما شنقول لك، ما عمرنا شلنا عليه شي حاجه. كيجيو عنده دوك اللي كيسقيو ليه الجرده، كيمشي هو كيغيب يمشي للطاليان ولا شنو هو، كيبقاو يجيو دوك الناس تما اللي مقابلين ليه داك الشيء كيسقيو ليه ويسدوا الباب. ايوا هادشي صدمكم يعني هاد الصباح. بنادم خارج غادي مع الطريق واحد نص ساعه ما لقيتي فيها والو، ملي رجعتي لقيتي بنادم طايح تيموت. لا اله الا الله. ايوا بنادم واخا يكون كافر ما تظلموش، لا كافر وما تظلموش، انه الظلم حرم الله سبحانه وتعالى. شنو كتطلبوا انتم يعني ربما يعني تبان الحقيقه هاد الناس اللي داروا لها؟ واش يا خويا خاصهم العقوبه، هادو كيما داروا لهذاك يديروا لواحد اخر. واه يعني كان هنا ما عمرو وقع شي حاجه هنا؟ ما عمرو وقع لي شي حاجه هنايا والو، ما كاين حتى شي حتى الكارثه هذه. ها يعني هنا كان ترونكيل؟ ترونكيل، الدراري ديال الحي معروفين، تيحشموا ولا هضرتي معاهم كيلعبوا كاع كره، قلت لي سير ولدي بحالك كيحضر راسه كيمشي بحاله كاع معروف. هما كاع مستتبين الدراري ولا هذا الحي كاع ما فيهم لا بلا لا صداع لا والو. وين كيجيو الاخ في الليل مع ديك ثلاثه الليل الاربعه الصباح، كيجيو الشمكاره من بعيد هنا كيدوزوا هنا. انا نيت كنخدم في المرسى، كنهود مع جوج ثلاثه الليل المرسى، كنلقى نيت الله يهدي ما خلق وصافي. شكرا. واللي دار الذنب يستاهل العقوبه، هذا الشيء اللي كاين نقول. والله يهدينا ويحفظ وليداتنا وليدات جيراننا وليدات المسلمين كافه اجمعين. يا الله سيدي الله يعاونكم صافي. انتم يا اخواني الكرام كما سمعتم يعني هذه الشهاده ديال هذا الشخص اللي عثر يعني على السائح الايطالي الجنسي الذي عثر عليه ويحمل مجموعه من الضربات والطعنات على مستوى انحاء الجسم ديالو، الى انه لفظ انفاسه متاثرا بهذه الضربات، ربما هو بدافع السرقه تعرض يعني لهذا الحادث الماساوي واللي خلى مختلف عناصر الدرك الملكي عفوا تستنفر كل وحداتها، وايضا القائد الاقليمي الذي حضر بشكل شخصي من اجل الوقوف على
ملابسات وحيثيات هذا الواقع بطبيعة الحال اللي صدمت كل ساكنات منطقة أورير التي استفقت صباحة اليوم على وقع هذا الحادث المفجع وهذا الحادث الأليم الذي أودى بهذا السائح الإيطالي الجنسية. فكما شفتوا بطبيعة الحال يعني التفاصيل ديال هذا القضية التي هزت الرأي العام المحلي هنا بمنطقة أورير التي ذهب ضحيتها السائح إيطالي الجنسية. لحدود اللحظة لا زالت التحريات والأبحاث على قدم وساق من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الفعل الجرمي من أجل تقديمهم للعدلة، وعناصر الدرك الملكي لا زالت ترابط بعين المكان من أجل استجمع كل الأدلة والقرائن التي يمكن أن تفيد في فك معالم ولغز هذه الجريمة المحيرة. إلى هنا إخواني الكرام نأتي على نتائج البث المباشر على أمل لقيكم في بث آخر. إلى الملتقى. تغداه يمين الغين ولكن نقولوا في حولك دي بانيت من تغداه بيترين بدي تغداه انه واش الاقليمين تصور صغير ماشي هو اللي هو اللي يعني خيط اقليمي هو